السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وطلابي طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد ويوم سعيد عليكم. استعد ابن الطالب للدرس الجديد، كن متيقظا، ابتعد عن الجوال، ابتعد عن التلفاز في هذه اللحظات، وكن معي متيقظا في هذا الدرس الجديد إن شاء الله. نتمنى لكم الفهم والتوفيق من الله عز وجل. تكلمنا الدروس الماضية على العبارات وعلى الأنماط وعلى جدول الصواب وعلى بعض العبارات الشرطية وعبارات الوصل والفصل، وتكلمنا على التبرير الاستقرائي والاستنتاجي، براجع مع بعض دي المعلومات. نتكلم اليوم على درس جديد ألا وهو بعنوان المسلمات والبراهين الحرة. هنتكلم على الجزء الأول في النهاردة إن شاء الله. المسلمات والبراهين الحرة، لازم أعرف كلمة مسلمة يعني إيه، والبراهين اتخذته قبل كده وعارفه في المتوسط، وأنواع البراهين كثيرة جدا. في عندي حاجة اسمها مسلمة، حاجة اسمها نظرية، وحاجة اسمها برهان. نتكلم اليوم على المسلمة. ما هي المسلمة؟ المسلمة عبارة عن أو البديهية تسمى كده أو كده، لكن إحنا في الكتاب عندنا المسلمة المذكورة عندنا في الكتاب. هي عبارة تعطي وصفا لعلاقة أساسية بين الهندسة الأولية، وتقبل على أنها صحيحة دون برهان. يبقى خلاصة المسلمة عبارة بتاعت وصف علاقات هندسية مع بعضها في الهندسة خاصة، ونقبلها على انها صحيحة في هذا العام بدون برهان، البرهان مش عليك. يبقى المسلمة عبارة تعطي وصفا لعلاقة في الهندسة تقبل على انها صحيحة دايما بدون برهان، دي مسلمة بقبلها على انها صحيحة بدون برهان. نبدأ نشوف بعض الاشياء المهمة في الهندسة يا شباب قبل ما نبدأ في المسلمات وانواعها ونفهمها. في عندي بعض القراءات في الرياضيات لازم اعرفها يا شباب. الرموز اللي عندي لازم اكون عارفها يا شباب، رموز المستقيمات هيديك حروف سمور صغيره، اما المستقيمات كلها هيديك حروف كابيتال ليها ويحطك عليها نقطتين. يبقى المستقيم لو اعطاك حرف واحد هيديك حرف سمور، اعطاك عليه حرفين نقطتين عليه يعني يبقى يديلك كابيتال، يبقى ده المستقيم يا سي. قلنا المستقيم تعريفه ليس له بدايه وليس له نهايه، يبقى ده المستقيم عليه نقطتين اي سي، فبقول اختصارا المستقيم اي سي. كذلك المستقيم اي بي نقطتين عليه اي بي، يبقى عرفنا المستقيم بحرف واحد يبقى سمول، لو بحرفين يبقى كابيتال. طب المستويات بيديك حروف بهذا الشكل زي كي وجي والاف في الاخر، ده المستوى، وتعرف ايه المستوى دلوقتي. او يديك المستوى ثلاث حروف كابيتال، يبقى المستوى له طريقتين، يا اما حروف كبيره بهذا الشكل يا اما ثلاث احرف يبقى ده مستوى، لكن الكتاب بيعتمد دايما على حرف واحد. يبقى المستقيم له طريقتين للكتابه، اما حرف واحد سمول او نقطتين عليه بكابيتال بهذا الشكل وعليه علامه المستقيم من فوق. المستوى برضه بطريقتين امامك اهو. برضه في قراءه اخرى، نظائر المسلمات هي مجموعه من المسلمات التي يكون استعمال بعضها او كلها استنتاج النظريات عن طريق المنطق. في نظريات هناخدها بعد كده نستخدم المنطق باستخدام المسلمات. طيب خطوات البرهان بقى ايه؟ البرهان عندي انواع كثيره البرهان ان شاء الله، نتكلم على البرهان الحر في الحصص القادمه ان شاء الله، لكن له خطوات خدتها في المتوسط نراجع عليها لان في اختلاف بسيط هذا العام يا شباب. المعطيات اللي خدتها قبل كده هنسميها الفرض هذا العام، يبقى المعطيات تسمى الفرض. طيب المعلومات اللي هتجيلك في المساله بتسميها عبارات ومبررات اللي انت تشتغل عليها وخطوات الحل يعني. طيب هتبرهن ايه؟ هتثبت ايه؟ المطلوب في الاخر النتيجه توصل اليها. يبقى ده البرهان في هذا العام، البرهان الحر. نبدا بالمعطيات نسميه فرض، ثم نتحرك ونحل في العبارات والمبررات اللي هتجيلك، في الاخر نوصل للمطلوب او النتيجه في النهايه. هناخد ده بالتفصيل ما بعد، دي مقدمه سريعه على البرهان الحر. طيب نبدا نشوف اول مسلمات في الكتاب عندنا. عندي سبع مسلمات، اول خمسه بيتكلموا على النقاط والمستقيمات والمستويات. أول مسلمة بتقول إيه؟ أي نقطتين يمر بهما مستقيما واحدا فقط. معنى ذلك إيه؟ أي نقطتين في الدنيا زي بي وآر يمر بهم كم مستقيم؟ مستقيما واحدا فقط. لو قال لك مستقيمين أو ثلاثة أو إلى ما لا نهاية خطأ. يبقى أي نقطتين بي وآر، مثال على ذلك أهو، جاب لك باب العربي أهو، يمر بهم مستقيم إن أمامك أهو. يمر بكم مستقيم؟ مستقيما واحدا أي نقطتين في الدنيا. طيب نشوف بقى اي ثلاث نقاط المسلمة الثانية. اي ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة، ركز على الكلمة دي يا شباب،
اي ثلاث نقاط وسكت لا تصلح، لازم ايه؟ لا تقع على استقامة واحدة، يمر بها المستوى الواحد فقط. اي ثلاث نقاط A و B و C بيمر بها المستوى كي اللي انا مجده. بس شرطهم ليس على استقامة واحدة، ما ينفعوش على خط واحد. لو كان خط واحد يديك مستقيم. لكن دول ليس على استقامة واحدة، وعندك المثال امامك اهو، المستوى كي يحوي النقاط A و B و C التي لا تقع على استقامة واحدة. شرط اساسي في ثلاث نقاط عشان يكون المستوى لا تقع على استقامة واحدة. المسلمة واحد ثلاثة، والارقام دي يا شباب واحد واحد يعني ايه؟ يعني معناها المسلمة الأولى في الفصل الأول، المسلمة الثانية في الفصل الأول، المسلمة الثالثة في الفصل الأول. كل مستقيم يحوي نقطتين على الأقل. يقول لك أي مستقيم ممكن يمر به نقطتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلى آخره، إلى ما لا نهاية، لأنه ليس له بداية وليس له نهاية. فبقول لي أقل شيء على المستقيم ألاقي عليه نقطتين، نجد عليه نقطتين فقط لا غير. نقطة بي وكيو مثلا، نقطة كيو ار، ممكن نلاقي نقطتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن على الأقل كلمة على الأقل يعني اثنين وتزود. وجبت مثال أهو مستقيم إن يحوي النقاط بي والكيو والآر. أقل شيء تلاقي نقطتين عليه، لكن نقطة واحدة لا تنفع. أقل شيء يعني كنقطة على المستقيم نقطتين. المسلمة الرابعة بيتكلم على كل مستوى يحوي ثلاث نقاط على الأقل ليست على استقامة واحدة. خدناها بالعكس في الهو. اي ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة في مرضى المستوى. طب لو عندك مستوى يحوي على ثلاث نقاط على الاقل، ممكن اربع نقاط، خمس نقاط، ست نقاط، لكن على الاقل ثلاث نقاط، بس شرطين ليست على استقامة واحدة. زي المستوى كي برضه هو فيه النقاط ال و بي و اي و سي، في اربع نقاط لازم على الاقل اجد ثلاثة ليس على استقامة واحدة، زي البي والاي والسي، البي والاي والال اللي عجبك، المهم ليست على استقامه واحده ثلاث نقاط اللي داخله. والمثال الاول بالعربي اهو. المسلمه الخامسه، اذا وقعت نقطتان في مستوى فان المستقيم الوحيد الذي يمر بهما او المر بهما يقع كليا في ذلك المستوى. يبقى لو عندك اي مستوى كي وليد نقطتين داخله، يبقى المستقيم اللي يمر بهم لازم يكون داخل هذا المستوى. يبقى النقطتين في المستوى لو انا رسمت عليهم خط، يبقى هذا الخط يقع كليا داخل هذا المستوى. والمثال عندك بالعربي دي المسلمه رقم خمسه. المسلمه السادسه، اذا تقاطع مستقيمان يتقاطعان في نقطه واحده. المستقيم اهو اس سمول وتي سمول يتقاطعان في نقطه بي، يبقى ده يتقاطعان في نقطه واحده. يبقى المستقيمان المتقاطعان يتقاطعان في كم نقطه؟ نقطه واحده فقط. ركز عليها مهمه جدا. طيب السبعة، إذا تقاطع مستويان زي صفحتي الكتاب، زي حامل المصحف، زي الجدار والباب، زي جدارين بينهم خط فاصل بنسميه مستقيما. يبقى إذا تقاطع مستويان فإن تقاطعهما يكون مستقيما. يبقى العدد تقاطعي، لو قال لك مستقيمين في نقطة واحدة، لو قال لك مستويين يبقى تقاطعان في مستقيما. دي مسلمات لازم تعرفها، هنشتغل بيها في المسائل والتمرين ده ان شاء الله. نشوف اول مثال من واقع الحياه في كتاب الطالب وتحقق بفهمك عليه ونكمل ان شاء الله الحصه القادمه. في الهندسه المعماريه عندك جيب لك برجين مدين امامك اهو، وعندك نقاط على البرج الاولاني ونقاط ومستوى على البرج الثاني في الوجهين، ونشوف الاسئله عليه ماشيه ازاي. رقم ايه ودي نحولي نفهم بسرعه مع بعض عشان نتكلم على تحقق فهمك بعد ذلك. بيقول لي يحتوي المستقيم ام على النقاط جي واف، وان اي مستقيم يحتوي على الاقل كم نقطه؟ نقطتين. ويمكن ان تقع نقطه اي ايضا على المستقيم ام، نعم، لان على الاقل بيحوي كم نقطه؟ نقطتين على الاقل. فانا عندي المستقيم اللي هو ايه؟ ام، تعالوا نشوف ام، المستقيم ام، ادور على المستقيم ام يا شباب اهو اللي هو في البرج الثاني اهو، الخط هذا اهو، ام اهو، ام اهو، هبص الاقي ايه؟ ام امامك اهو. عندها نقطة A والنقطة F والنقطة G. أنا عايز على الأقل كم نقطة؟ نقطتين، ويمر بهما هذا المستقيم. طيب B يتقاطع المستقيمان T و S في النقطة دي، تعال نشوف البرج الثاني. هذا المستقيم T، وافتح الكتاب معايا يا شباب. الكلام ده موجود في كتابك؟ في كتاب المدرسة. هذا المستقيم T وهذا المستقيم S يتقاطعان في هذا المكان في النقطة دي فعلاً، يبقى عبارة صحيحة. يبقى هنا T على الأقل المستقيم يمر به نقطتين. اقل شيء تجد عليه نقطتين،
هنا اذا تقاطع مستقيمان يتقاطعان في نقطه واحده تشوف النقطه اللي هي دي. نشوف تحقق فيهمك A و B و C. يقول لك تحدد مستوى اذا كان على مستقيم واحد على خط واحد لا تحدد مستوى. طب تعال شويه بسرعه، ادي النقطه A والنقطه B والنقطه C ليست على استقامه واحده، فانا بمر بمستوى واحد فقط. يبقى ليست على استقامه واحده، تحدد مستوى واحد فقط يمر بها. طيب رقم B، يتقاطع المستويان Q و B في المستقيم M. ادي المستويين اهو، يتقاطع المستويان. المستوى كيو اللي على يسارك في البرج الوجه ده والوجه الثاني بيهم متقاطعين في خط فاصل هو ام ده، يبقى تقاطعا المستويان في الحافه التي تمثل مستقيم ام فعلا. يبقى تقاطع مستويان يتقاطعان في خط مستقيم. وخد المعلومات دي واحتفظ بيها للدرس القادم ان شاء الله ان شاء الله عز وجل، وخد واجب عندك اهو في تاكد في كتاب الطالب وحله وانا بعته لك ان شاء الله على المنصه الواجب. اتمنى النجاح لكم والفهم في هذا الجزء البسيط، ونكمل الجزء الثاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.